شو عم يصير عمي عاطف؟ ليش مزينين البيت؟ كرمال الحفلة، قلت لك جولي يا خانم. لسه شوف الزينة اللي مزينينها جوا، بتاخذ العقل. بالله جد؟ ايه. شكرا لك. اها، عن جد ناويين هي الحرب اللي بيناتنا؟ أهلين وسهلين يا عمري. أهلين يا روحي. لا بقلك كتير هالفستان. شكرا كريم. عمو عاطف قال لي إنه في حفلة وقايل له خلي جوليا تحضر حالها. كريم الله يخليك. ليك إذا رح تعمل فصل جديد ما عاد بدك، بدنا ننهي هالموضوع. ماشي الله يوفقك. تمام. ليكي معناتها أنا رح أعمل أكبر فصل بحياتي اليوم ومننهي الحرب. وعد. هلأ صار عندي فضول أكثر أعرف شو رح تسوي. يلا تفضل ورجيني لشو مخطط. مفكر حالك رح تخوفني؟